عرض وناس اللي مسوينه حق هذا الأسبوع. أنا طبعا من يومين عطيتكم كود، الكود هذا خصم لكم 10%. الحين الكود اللي جايبت لكم إياه يخصم 15%، أوكي، حتى على بالنسياغا. تخيلوا أول مرة يسوونها إن بالنسياغا عليه 15%. So guys، وناس مو بس معطينا هذا الكود، وناس أصلا مسوين عروض لمدة أسبوع. شي شي شي، العرض هو كل ما صرفتوا أكثر كل ما زادت نسبة الخصم. فالحين خلينا نقول شريتوا فوق 2000 ريال، أوكي، لكم 500 ريال تنشال تلقائي من دون ما تحطون الكود، يعني هذا 25%. وإذا صرفتوا فوق 5000 ريال ينشال 1500 ريال من دون ما تحطون الكود، يعني 30%. الكود متى تحطونه؟ تحطونه إذا تحت 2000 أو فوق 5000. أنتوا حطوا الكود يعني just in case وشوفوا إيش يزيد الخصم، لأني أنا ما شاء الله بالكارت حقي يمكن في 20000. حطيت الكود حقي شال حول 4000 ريال. تخيل، تبدأ أحس إني سويت لكم بطتنا بطت بطتكم. أوكي، أنا بكتب كل شيء عشان يعني تقرونه وانتو رايقين، بس ببسطها لكم. إذا شريتوا تحت 2000 ريال أو فوق 5000، وخلنا نقول مو 6 ولا 7 8 9 10، حطوا الكود حقي SSN. أما إذا شريتوا من 2000 إذا خلنا نقول 7000، هو أصلاً تلقائي بيعطيكم الخصم من دون ما تحطون كود. انتوا شوفوا الخصم اللي هم حاطينه وحطوا الكود. مرات هذا يكون ارخص ومرات هذا يكون ارخص، فشوفوا الاثنين. والشيء الثاني، بالانسياغا يعني صار الحين كم اعلن مع اناس like 2 years 3 years، ولا عمرهم سووا خصم على بالانسياغا الا الحين. نقطة بعد أن ذكرتها أمس وحطيت لكم بيان من وزارة الصحة وارتكل من فوكس نيوز أن الفيروس does not transmit through packages. So relax، والأشياء اللي تقرونها والإشاعات هذه، إذا وزارة الصحة قامت قالت أن الباكجز اللي من الصين هذه وناسز من دبي، هذا من الصين، ما راح يجيكم شيء منها. فريلاكس، ارتاحوا. والله العظيم أنا الحين الشيء الوحيد اللي قاعد يونسني الشوبينج أونلاين، قاعدة وأختار وأردي يعني حاطة براسي إني أنا يعني مسافرة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأوضاع تصير أحسن، بس قاعد أقول هذا حق بالي، هذا حق ألي، هذا حق ميكانوس. It's making me happy. أوكي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن كلها كم من أسبوع أو شهر، وإن شاء الله everything becomes fine. فالحين أعرف في ناس مرة كثير that don't like to shop online. ترى by the way أنا كنت من دول الناس صراحة، يعني أنا نوعي أحب أمسك الشيء وأقيسه وأشوف إذا حلو ولا لا وأمسك الخامة. بس وناس والله العظيم يعني despite الإعلان إني ما قد رجعت ولا شيء. أول شيء إن كل شيء عندهم is high end أو bridge brands، وصدق يختارون كل شيء very high quality. التوصيل مرة سريع، يوصلكم أقل من أسبوع لأنه من دبي. وإذا شيء ما جاز لكم you could always return it، الترجيع عندهم مرة سهل. فاللي ما جرب online now is your time because you have no option. بس أنا يعني أنا أقول لكم شخصياً يعني حتى ياسمين ما تطلب إلا منهم، لأن خصوصا الترجيع عندهم مرة سهل ومرة يريح. Guys, I know, you know, we all know how much I love Balenciaga, but their sneakers صراحة يفوزون. هذا الترابل أس وهذا التراك، they're my favorite. I also like the speed a lot, but right now these are my favorite. هذا من أوناس، هذا actually it's from the store بس أوناس has it. وأول مرة أشوف عليهم خصم، خصوصا أن هذه ألوان مرة مطلوبة، يعني مستحيل
مستحيل بتشوفون المحل يسوي عليهم خصم. شوفوهم شوي ثقال بس بتتعودون عليهم، أنا صدق يعني ما ألبس إلاهم والله. مع هذا التراك 2، هذا الإصدار الثاني من التراك، الفرق إنه شفاف من هنا يعني ما في شيء أصلا، هذا بس الفرق. I don't know if they still sell track 1، I'm not sure. بس اللي بيشتري وخايف من الثقل هذا أخف من هذا، بس كلهم مرة مريحين. وإذا بتاخذون، إذا محتارين بين اللون يعني يا أبيض أو رمادي أو أسود، لأني صراحة خدت ألوان من التريبل أس بس إني ما كرفتها كثر ما كرفت هذا الأبيض. حتى ناوي أشتري بير ثاني من كثر ما طلعت قيمته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.